كان الأمر صعبا، تحول أصدقائي فجأة إلى أعداء، انقلبت حياتي رأسا على عقب. كنا نضحك في السيارة ثم قلت لو كان علي اختيار دين أؤمن به أو أؤمن بأساسياته دون معرفة كاملة به فسأختار الإسلام، وضحك الجميع علي. كنت أسافر كثيرا، وحين بلغت 30 قلت لنفسي يجب أن أستقر الآن. لذا عدت إلى بلادي ورحت أبحث عن وظيفة ولم أستطع إيجاد وظيفة، لكنني فكرت في الذهاب في إجازة وسأذهب إلى دبي. فجئت إلى هنا وحصلت على عرض عمل بعد أسبوعين. كان أبي وأمي خائفين كثيرا، كان والدي متعصبين علي، وكان ذلك بعد أحداث 11 من أيلول وتلك الحوادث التي وقعت، وبالطبع كان الجميع يتوقع حدوث شيء سيء. لقد تربيت مع المسلمين. بدأ الأمر حين اعتنق أخي الأكبر الإسلام، وكان سبب اعتناقه للإسلام هو أنه تزوج بامرأة تركية مسلمة. لذا كوني أخته وأريد حمايته في قراره الذي اتخذه. ذهبنا طبعا إلى مراكز إسلامية، أنا ذهبت معه إلى المراكز الإسلامية، حضرت بعض الجلسات وكنت أقرأ بعض الكتب معه، لكنني لم أكن مقتنعة بعد باعتناق الإسلام، ولم يكن ذلك مقنعا لي. ثم أتيت إلى بلد مسلم وتعايشت مع المسلمين بشكل مختلف. أصبحت أفكر فجأة إنهم لطفاء جدا، إنهم يعاملونني باحترام. لقد شعرت بالراحة. في البداية اختلطت أكثر بالأوروبيين أكثر مما كنت أختلط بالناس من جنسيات أخرى، لأنني أردت البقاء في محيطي المعتاد، ثم أردت الخروج من محيطي المعتاد، لأن هذا المحيط فجأة لم يعد مريحا. قبل أن أنطق بالشهادتين بستة أشهر بدأت أن أرتدي العباءة. أحببت العباءة منذ البداية، لكنني تجنبت ارتداءها لأنني ظننت أنها إهانة للسكان المحليين هنا، حيث أنني إن ارتديت العباءة فسيغضب هذا الناس هنا. زوجي السابق الذي كان وقتئذ لا يزال زوجي يشعر بالإنزعاج. كان زواجي سيئا على أي حال، لذا أبعدت نفسي شيئا فشيئا عن زوجي السابق. حين كنا في بلادنا تحدثنا عن الانفصال، وكنت أطلب منه ترك البيت، وكان يقول لي لا أنت زوجتي وسأبقى هنا وسأترك البيت حين أقرر ذلك، وأنا الرجل والقرار لي. ثم استيقظت في ذلك الصباح وفكرت حسن سأصبح مسلمة اليوم. فاستحممت وارتديت ملابسي وذهبت إلى العمل ولم أخبر أحدا، لم يكن أحد يعرف. وحين انتهيت من عملي ذهبت إلى أختي الألمانية مسلمة منذ 7 أعوام ونطقت بالشهادتين، وحين عدت إلى البيت أقول سبحان الله كان ذلك مكتوبا لي يومئذ. عدت للبيت ولم يكن زوجي يعرف بعد أنني اعتنقت الإسلام، ولم أرد إخباره وقتئذ، وكوني كنت أسأله كل يوم منذ 6 أشهر متى سيترك البيت، وقلت أنني سأسأله اليوم مجددا، فسألته متى سيرحل، وسبحان الله قال عندئذ سأرحل اليوم. لقد بدأت بتوضيب ملابسي، كانت هذه أمارة من الله بأنني اتخذت القرار الصحيح. نطقت بالشهادتين في 25 من حزيران في عام 2009، وحتى اليوم كان ذلك أسوأ عام يمر لي. الأشياء التي فعلتها في حياتي السابقة كانت تستحوذ علي، وأعتقد أنها كانت تراودني وتعاود الظهور لي كي يتم حلها، لكن لم يحدث قط. أن فقدت إيماني لم يمر يوم واحد، حتى الآن قلت فيه لما غيرت ديني، لم يكن ذلك خيارا بل حدث العكس، لقد أصبحت أقوى بكثير. وفجأة بدأت أكره أكثر، حيث أظن أن الجميع يظن أنك حين تعتنق الإسلام تنطق بالشهادتين وتقرأ بعضا من القرآن وهذا كل شيء، تصبح مسلما. ليست هذه هي الطريقة، وأعتقد أن هذه الصعوبات التي واجهتها جعلتني أقرأ أكثر وأحصل على معلومات أكثر عن الإسلام. كان الأمر صعبا، تحول أصدقائي فجأة إلى أعداء،
وانقلبت حياتي رأسا على عقب. هذه الأخت الألمانية لو احتجت إليها وأشكر الله على كل يوم على وجودي كصديقة لي. لم تكن كايت مسلمة وقتئذ، كانت كايت مشوشة. لا أتذكر أنني أنا وأنت، أتذكر أننا ذهبنا إلى ذلك الغداء معا مع زوجي السابق، وما زال هذا عالقا في ذهني. أتذكر أننا كنا في السيارة، وكان ذلك يوم جمعة، وكان وقت صلاة الجمعة، ومررنا بمنطقة رأس الخور ورأينا سيارات مكشوفة. كان هناك 30 شخصا يقفون مثبتين أنفسهم على تلك السيارة ذاهبين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. ضحكنا على ذلك كثيرا، كان أشبه بموكب. فضحكنا كثيرا وقلنا أن الذهاب للصلاة هكذا أمر خطير، لماذا يفعلون ذلك؟ لما يخاطرون بسلامتهم؟ من أجل صلاة؟ وفجأة أصبح موضوع حديثنا في السيارة هو الدين. وأتذكر أنني قلت لست متدينة، لكن لو كان علي اختيار دين أتبعه. كنا نضحك في السيارة، ثم قلت لو كان علي اختيار دين أؤمن به وبأساسياته دون معرفة كاملة به فسأختار الإسلام. وضحك الجميع علي، قالوا لما تختارينه إنهم منافقون، هذا ما راحوا يقولونه. ثم كان موضوعا مهما، وعند ذلك بدأنا نبحث أكثر. منذ ذلك اليوم بدأت أبحث في الدين أكثر، فالطريقة التي ضحك فيها الناس وقالوا إنهم منافقون، إنهم ليسوا منافقين أبدا، وسألوني لما سأختاره، لأنني أؤمن به بأساسيات هذا الدين، لأن ذلك هو ما كنت أعرفه وقتئذ. وكنت أنظر إلى العائلات العربية وأرى كم هي مترابطة، وفكرت في أن هذا رائع، ففي بلادي لم نكن نجتمع يوم الأحد ولم تكن العائلات تجتمع في ذلك اليوم. كل شخص يقوم بأموره الخاصة ويعيش حياته المستقلة، بينما يوم الجمعة هنا هو يوم العائلة. كل ما تعلمته في المدرسة حين كنا نتلقى التعليم الديني الذي كان مادة إلزامية، تعلمنا عن الديانات المختلفة، ولكن حين كان الأمر يتعلق بالإسلام كانت معلمتي تقول لي باختصار من يتبعون الإسلام هم مجموعة من الإرهابيين، وكان ذلك هو كل ما تعلمناه عن الإسلام. نعم كان ذلك هو ما علق في أذهاننا، وفكروا في أولئك الناس إن كان هذا ما يقوله لهم الأساتذة ولم يكن هناك مسلمون في صفنا. وبالطبع حين تكون صغيرا يكون الجميع يضحك فحسب، وكان ذلك ما يعلق في أذهاننا. وكنت أطرح أسئلة كثيرة، لم أكن أذهب إلى مراكز إسلامية أو أقرأ كتبا، بل كنت أسأل الناس عن دينهم. كان علي التفكير في الأمر كثيرا، لم أكن أريد تغيير ديني فحسب وأكون ممن يقولون غيرت ديني فحسب. رأيت ما مرت به هدى ورأيت كيف تغيرت، لقد طرأ عليها تغيير كبير، لقد تجاوزت الأمور التي واجهتها. وكيف تجاوزت الأمور التي واجهتها؟ بسبب الدين، فذلك له تأثير كبير في أي شخص. حين أنظر إلى نفسي قبل اعتناق الإسلام والآن، كنت دائما أقف إلى جانب الجميع، كان الجميع يحكون لي مشاكلهم، وكانت لدي مشكلة مع نفسي، كان لدي صراع داخلي، لكن كي أواجه مشاكلي الخاصة، كنت آخذ مشاكل الآخرين، ثم لم يكن هناك أحد يقف إلى جانبي. وحين اعتنقت الإسلام كانت الصلاة، قلت لكم أن تقارنوا، حين تكون تبتدي قماشا لطيفا وتشعر براحة كبيرة، هذا ما أشعر به حين أصلي. أحيانا أشعر بأن الوقت طويل حين يأتي موعد الصلاة التالية، هذا يساعدني كثيرا، إنها تشعرني بالخفة. سألوني لماذا أرتدي هذه الملابس، يسألونني مباشرة بما أنني متزوجة. قلت لهم أنني لست متزوجة، فيقولون حقا أترتدين هذه الملابس باختيارك؟ فأقول لهم إنني اعتنقت الإسلام، فيقولون اعتنقت الإسلام لما لا تغطين وجهك كاملا؟
فالناس يظنون أن عليك تغطية وجهك كله، وكانت تقول لي كم هذا مثير للاهتمام وأنها ستبقى هنا حتى يوم الثلاثاء فقط. وقد تعلمت الكثير منا من ذلك الحوار الذي دار بيننا. اعتناق الإسلام لا يعني فقط ارتداء الحجاب، فالإسلام يبدأ بالقلب، ولا يهم إن ارتديت الحجاب بعد أسبوعين أو ثلاثة أشهر أو بعد عام، المهم هو أن يكون الإسلام قد بدأ من قلبك. الإيمان شيء يمكن لك اللجوء إليه دائما حين تواجه يوما عصيبا في العمل. أحيانا لا أرغب في التحدث إلى أحد، يمكنني العودة للبيت وقراءة القرآن، وهذه طريقة لتحقيق الاستقرار النفسي. نعم أعتقد أنه تحد صعب أيضا، ما كنت لأفكر قط في كوني من عائلة غير روحانية، ما كنت لأعتقد قط أن الصلاة يمكن أن تمنحك القوة، وأنك تنهض سريعا سعيدا في الصباح لأداء صلاة الفجر. أتذكر أنه في عطلة نهاية الأسبوع خاصة كنت أتقلب في سريري ولا أرغب في النهوض من السرير لأنه لم يكن لدي سبب يدفعني للنهوض، لكن الأمر حالما أسمع الأذان أفرح وأقول حان وقت النهوض لصلاة الفجر، وهذا يجعلك قويا جدا. أول يوم عدت فيه للعمل حيث عرف معظم الناس أنني اعتنقت الإسلام وكنت قد ارتديت الحجاب كاملا، وجاء الجميع إلي وقالوا لا يمكنك فعل هذا، عليك التوقف عن هذا، لا يمكن فعل هذا، هذا حرام. وقلت لنفسي الحمد لله على أن والدي ربياني بحيث أكون قوية جدا، لأنني أعتقد أني كنت سأعود إلى ديني السابق بعد أسبوع، فهذا لا يجعل الأمر سهلا. ماذا؟ أكل شيء حرام الآن؟ لا شيء مسموحا به، لما اعتنقت الإسلام؟ قد تسأل نفسك ذلك السؤال، لكن الحمد لله كنت قوية وقلت إن كان شيء ما حراما فأريد رؤيته، لا يمكنك أن تقول لي أن شيئا ما حراما أو حلالا فحسب، ليس هذا هو القصد. أتريدين قول شيء؟ لقد اعتنقت الإسلام بشكل رائع، ثم راحوا يضغطون علي في الأمر، عليك فعل هذا وذاك، وقد اضطرب ذهني كثيرا وفكرت في البداية ما الذي فعلته، لكن بعد ذلك صارت الأمور بشكل جيد. اعتنقت الإسلام وأنا في 36، أتفهمون ذلك؟ كنت أعيش بشكل مختلف 36 عاما، ويتطلب الأمر وقتا للتخلص من ذلك لأن لدي روتينا معينا.